بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا أعنا على توحيدك، وزدنا قربا منك، وزدنا محبتك من محبتك، حتى نزداد تمتعا بها. أمين يا عظيم. أبا بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من أراد الشقاء لنفسه ولمن آمن به عبر الأزمان. إذ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم اللي كذبوا فيه كلهم، ما قاموا منه شيء، ما خدمهمش. كان إبليس يعظهم ويمنيهم، ولا يمنيهم إلا زيادة تضليلهم، لأنه انصاعوا إليه، فعاوز ينصاعوا لأمر الله وينتهوا عند نواهيه. عملوا العكس، اتخذوا الشيطان أولياء، اسم الرحمن ربا من دون الرحمن. فكما كان، وهذه من أسباب شقاء تونس مثلا. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني أغطية، أن يفقهوا مش يفقهوا. أغلب التونس مش فاهمين القرآن، يتباكوا به ويحطوه في بيوتهم، ولكن لا علاقة لهم بهذا القرآن العظيم. وفي آذانهم وقرا، مش يسمعوا المنادي الإلهي وكلام المولى أول ما يجب أن نستمع إليه، وأن يروا آية كل أعلام لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذا أنتم تظهرون هذه الشهادة الباطلة، ليس القرآن بأساطير الأولين ولا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جواب من كلمة من أساطير الأولين، بل أنتم الأولين. صلوا دي بريميتيف، دي صلوا دي سوفاج، ني بلوس ني موان. Vous n'avez qu'un seul moyen de sortir de cette impasse-là, c'est de se soumettre à Dieu pour ne pas mériter son courroux. Wassalam.